ما بغسلش وشي خالص خالص من سنين كذا سنه ما بغسلش وشي خالص ولا بصابون ولا بغسول ولا اي حاجه ليه عشان انا درست وفهمت وعرفت ان احنا عندنا بكتيريا واحنا نايمين انواع معينه من البكتيريا بتنظف لنا الرموش بتشيل الجلد بتتع... هي عايشه على جلدنا جلد الجسم كله عموما بتاخد بتتغذى على الجلد الميت بتاع البشرة احنا جلدنا بيتجدد تقريبا كل 28 يوم ده الإنسان الطبيعي ف والحمد لله ما فيش عندي نمش الشيخوخة انا بشرتي فاتحة فبيبقى بشرتهم فاتحة بيجيلهم نمش الشيخوخة أسرع آه وتجاعيد أسرع من البشرة الغامقة شوي ولا عندي نمش الشمس ولا كلف ولا تسببات من فضل الله الحمد لله طب بعمل إيه آه آه في سوري <applause> 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 أسباب بس عدد الناس اللي بتبقى متضايقة يعني آه كنت ايه آه عندي بوردة لايك فساعات بفصل بغسل وشي بهتم ازاي بجلد بشرتي كل عشرة ايام تقريبا او اسبوع او اسبوعين بغير يعني بنضف وشي او بعمل سكراب او تقشير بيكربونات الصوديوم مع اللمون في ناس بتقول ان الليمون بيحرق بيحرق, بيحرق بيحرق البشره او بيعمل حساسيه انا الحمد لله ما عنديش حساسيه خالص الحمد لله من فضل الله لان انا عشت حياتي كلها عندي حساسيه الصدر مزمنه والتهاب في اليمين وكنت باخد بقاخات بس شفيت بالصيام المتقطع الحمد لله من فضل الله فانا بحافظ ازاي على نظافه وشي لما بشرب القهوه كل يومين ثلاثه باخد البن واعمل بيه سكراب حلو بغير انا احب اغير بعمل سكراب عارفين الكزبره الكزبره الناشفه بطحنها قوي ناعم واعمل منها يعني احط عليها عسل او زبادي او ليمون لو ما كنتش عملت لسه الكربوناتو يعني انا بغير بغير في انواع السكراب وانظف بيها برفق 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 واسيبها تنشف واشطف وش أه بحط ثلج في الفريزر أه ميه خيار شيء أه شاي اخضر مع نعناع أه واخد بكع لما بصحى بعمل بمشي التلج على بشرتي مش كل يوم في ايام ما بعملش كده لازم اغير لازم افي في تغيير مش نظام ثابت انك انت تعملي بالتلج ممكن كل يوم زي ما تحبي يعني ممكن تغيري نوع بس الميه ميه ورد انا بعمل ميه الورد في البيت بجيب الميني روز وانقعه واخد الميه بتاعته وعلى فكره بحط الميني روز برده في الزيوت بتاعتي دايماً بروح للحاجات الطبيعية، الورد الصغير ده بيتباع عند العطار، ومش غالي يعني، في ناس بتجيب غسول غالي جداً، أو كريمات، أو روتين صباحي، روتين بعد الظهر، روتين العصر روتين لا يا حبيبتي الكلام ده كله فارغ، لو عملتي بالغسول كتير أنت بتقتلي البكتيريا دي، وبتخلي وبت الجلد حتى لو اداكي نتيجه حلوه مؤقتا الجلد نفسه بيترقق يبقى رقيق مع الوقت يرقيق ويترهل ويحصل الخطوط الرفيعه دي خطوط رفيعه كده بالنسبه كمان لبشرتي قبل كده قلت لكم على شعري انا بغسلوش بشامبو ولا ببلسم بلسم ولا الحاجات اللي بيحطوها دي انا دايما رايحه للطبيعه الطبيعه ممتازه بتديني نتائج هايله قوي وبتخلي بشرتي حلوه وناعمه طبعا مع صيام متقطع ومع المساج وتمارين اليوجا انا بوصل الكل بحفز الكولاجين بوصل الدم والاكسجين لخلايا الوش وخلايا جسمي كلها طبعا لان احنا كلنا حاجه واحده فالبشره الجافه او البشره الدهنيه او البشره المختلطه كل حاجه ليها كريم وليها تقنيات <applause> معينه مش حقيقي كل الكلام ده انا كان قبل ما التزم بقى بصيام متقطع وافهم وادرس وافهم كان عندي هنا حرف التي دهني يعني آآ آآ بشره مختلطه وكنت بشتري الحاجات دي برضو والحاجات وكان عندي نقط سودة هنا كتير ف بالعكس انا لما مشيت على الطريقه الطبيعيه لقيت نتائج احسن وارخص بكتير واوفر بكتير وبسيب الطبيعة جلدي للطريقه الطبيعيه اللي ربنا خلقنا بيها بالنسبه للبقع والتصبغات والكلف والحاجات دي انا احسن ماسك بيفتح بشرتي بيخليها جميله جدا هو ماسك الكركم ماسك آه الكركم بجيب صباع الكركم وانقعه في ميه من بالليل والله دي معلومات واخدها من ناس حبايبي على القناه واطحنه الصبح بيبقى طري عشان اضمن ان هو كويس يعني ان مش مخلوط عليه شطه ولا فلفل ولا جه عليه من عند التوابل يعمل التهابات فبنقع صباع الكركم هو صباع كده ويعني الصبح آه بيبقى طري آه بطحنه واحط عليه بقى انا عاده بحب احط الليمون أه واحط مثلا معلقه عسل عادي من السوبر ماركت اللي هو مبستر <applause> لو ما عنديش عسل تاني يعني وبعمل بيه ماسك واسيبه لغايه ما ينشف خالص واشطف وشي بميه وبعدين اعمل بعديها مساج عشان اطلع بيبقى السفر مش مش زي لما بتجيبي ايه الكركم المطحون آه ده بالنسبة للي انا بعمله لبشرتي يعني اني وإنت واضح واضح جدا اني انا آه ما عنديش اي حاجة آه ولا قمر وجميلة انا بقول لنفسي دايما مش لازم حد يقولي انا اقول لنفسي انا اسعد نفسي انا اطبطب على نفسي انا احضن نفسي آه بس كده ف مش عارفه ما عنديش كلام تاني اقوله لو في ح... انا باخد التعليقات المحترمه اللي هي من ناس محترمه اللي هي ناس طبيعيه وارد عليها فلو في حد عنده مشاكل في البشره يروح على اليوتيوب قناه جمالك صحتك من الطبيعه انا عامله هناك اللي عايز يروح يعني مش فارق معايا خالص خالص والله الحمد من فضل الله عمل آه عامله قائمه الصيام المتقطع وتخسيس انا خسيت آه حوالي اكتر من 35 كيلو يعني كنت 89 كيلو <applause> وكان عندي ترهل شديد قوي الجلد ده كان مدلدل وكان ال الكفون دي كان عارفين الجيب ده اللي بيبقى هنا كان نازل لغايه هنا آه عامله حازم اللي عمل صراحه قوائم انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي انا برمي الفيديوهات دلوقتي كده على القناه بصراحه اللي هتروح على اليوتيوب وعلى القناه بتاعتي هتتعب لغايه ما توصل للنتائج هتوص... هتشوفي فيديوهات كتير لازم عشان تعرفي انا بعمل ايه لو انا فارقه معاكي آه... لو انا فرق... يعني تجربتي فارقه معاكي مش انا ناجح لا انا مش مهم ما... لا وبالي باي حد آه... لو فرق معاكي تجربتي اللي هتتعبي بجد لإن أنا الفيديوهات عندي متبعثرة ما عدا القوائم اللي حازم اللي اليسر متقطع تمارين اليوجا والمساج ووصفات وخلطات وهتشوفي شكلي من ثلاث سنين ومن أربع سنين ومن سنتين وهتشوفي شكلي رقبتي وهتشوفي كل حاجة مهتمة هتكتبي على البحث في جوجل كانت جمالك صحتك من الطبيعة مش مهتمة خليكي قاعدة أنا هنا على التيك توك مش هعمل اي تمارين يوجا انا بس لو في حاجه مشكله صحيه وعندي معلومات عنها بستحرم واطلع اقولها لكن هنا مش هطلع انا اعمل تمارين اليوجا كلها مضحكه وهنا الناس كاني قاعده في سوق في حاره بصراحه فاتبوا لي انا عامله يعني مش هعمل تاني انا عامله اكتر من 2000 فيديو على القناه مع نفسك عيشي لو انت فاهمه الفرق معاك فعلا مش فارق معاكي حبيبتي خليكي هنا اطلع كل يوم اقولك انا جميلة انا قمر انا حلوة من غير ما اعمل تمارين اليوجا بس كده